فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في أولى حلقات برنامجنا سلسلة ألف ب التزام، معكم الإعلامي إسلام فضل. سعدنا ويشرفنا النهاردة يكون ضيف حلقتنا النهاردة دكتور رامي فريد. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا رب. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك. عايزينك بالأول كده تعرفنا عن نفسك للجمهور. يعني في البداية كده بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا في البداية كده أنا يعني مؤهلاتي الشرعية بداية كده بدأت يعني رحلة طلب العلم بفضل الله، يعني من سنين بدأت في تعلم العلم الشرعي. في البداية كده أنا اسمي رامي محمد فريد، دكتور في العقيدة الإسلامية من الجامعة الإسلامية، وبفضل الله بدأت يعني رحلة طلب العلم من سنين. بدأت في أول حاجة خالص معهد إعداد دعاة تبع الأوقاف لسنتين، وبعد كده خلصت معهد إعداد دعاة جمعية شرعية 4 سنين، وبعد كده التحقت بفضل الله في معهد الدراسات الإسلامية خلصته، وبعد كده عملت تمهيدي ماجستير، وعملت ماجستير وعملت الدكتوراه حصلت عليها بفضل الله من فترة، يعني دكتوراه في العقيدة يعني بفضل الله. ربنا يزيك. محتاجين بعد كده نعرف معنى العقيدة ايه وموضوعات العقيدة ايه. بص، هو موضوع العقيدة بشكل عام موضوع مش عايز اقول معقد يعني، بس موضوع محتاج دراسة. يعني كتير منا اصلا دلوقتي بيغفل عن ان هو يتعلم العقيده. والعقيده بشكل عام خلينا نتكلم بقى يعني بمفهوم اوسع. العقيده في منها ما هو حق وفي منها ما هو باطل، وكلها عقيده. العقيده عامله زي العقد، يعني انت عارف بس فكره العقد ان انت جايب عقد كده او جايب حبل وعامل منه عقد كبير جدا، فالقلب اتعقد على شيء، اما اتعقد على حق او اتعقد على باطل. وموضوعات العقيده طبعا يعني موضوعات كبيره جدا 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 يعني يطول شرحها، بس خلينا نقول ان احنا بنتكلم مثلا على سبيل المثال يعني بنتكلم على العقيده الاسلاميه، بنتكلم على موضوعات مهمه جدا ممكن يغفل الكثير من الشباب عنها، عشان كده احنا يعني جايين ناكد عليها وناكد على المعاني دي. العقيده بشكل عام بتتكلم عن الايمان بالله، الايمان بالملائكه، بالكتب، بالرسل، باليوم الاخر، الايمان بالقدر، العقيده في الصحابه، العقيدة في أمهات المؤمنين، العقيدة في موضوع شامل جدا. العقيدة بيشمل الإيمان وأركان الإيمان وأمور متعلقة كتير جدا بأساس الشجرة زي ما بيقولوا يعني. وطبعا الكلام ده هنتكلم عليه باستفاضة يعني بعد كده إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. هل دكتور هل فعلا الكون وجد بالصدقة؟ لا، هي الكون لم يوجد بالصدفة أكيد، يعني أكيد ما فيش حاجة اسمها الكون ووجد بالصدفة، وده طبعا شبهات يعني يمكن بتتقال كتير من كل من كان يعني في قلبه خور أو في ضعف في العقيدة أو شبهات الملحدين بشكل عام. لكن أنا هقول لك بس حاجة بسيطة عشان أقول لك إن لا، فكرة إن الكون يعني وجد بالصدفة ده كلام يعني لا يرقى أصلا إلى ألف باء إنسان عنده منطقيات العقل، لا يرقى بسبب بسيط جدا. تخيل معاك كده في المكان اللي احنا يعني قاعدين فيه دلوقتي كده، لو ان في واحد مسك مسمار وضربه في الحيطة، اي حائط كده من انت شايفه حوالينا ده كده مسك المسمار وضربه في هذا الحائط، وجينا كده سألناه بعد فترة هو مين اللي ضرب المسمار ده، فيقول لا مفيش حد ضرب المسمار ده، هو المسمار ده موجود لوحده. نقول اكيد ان الشخص ده اكيد في يعني في عقله في خلل، اكيد ده عنده ابجديات المنطقيات مش موجوده. ولو جينا سألناه سؤال تاني، طب اللي ضرب المسمار ده ضربه في المكان ده لهدف يعني، ولا ضربه كده وخلاص؟ فهيقول لا ده ضربه كده وخلاص، او هو احنا وجدناه في المكان ده ومش عارفين اصلا لازمته ايه او اهميته ايه. طبعا هنقول برضو ان الشخص ده اكيد في دماغه ايه في خلل. تخيل بقى انت الكون ده كله بقى بالبحار والمحيطات وعالم الطيور وعالم الاسماك والانس والجبال والفلك الواسع ده كل ده، هل تتخيل واحد في المليار ان كل ده وجد بلا خالق ووجد بلا هدف؟ طبعاً. لا طبعا في اهداف وفي اسباب وجود هذا الكون. هل يا دكتور فعلا العقل ليه دور في الاسلام ولا ملوش دور في الاسلام؟ هنا سؤال ده يعني جزاك الله كل خير، سؤال مهم جدا جدا جدا، وكتير جدا من الشباب بيتكلموا في السؤال ده، وبيبقى عندنا مغالطات رهيبه في جزئية ان انا طالما انا هلتزم بالدين يبقى انا كده الدين بيحجر عليا وبيقول لي ما تفكرش ما تشغلش دماغك، انت مطلوب منك ان انت تنفذ الاوامر وبس. وده كلام صراحة كلام خطأ تماما، لان لو احنا نتكلم عن الدين الاسلامي نتكلم على العقيدة الحق ان الدين عند الله الاسلام، نتكلم ألف ب ان العقل
الإسلام كرمه، والكتاب والسنة كرموا العقل، كرموا العقل تكريم كبير جدا جدا جدا. عشان كده فكرة إن أنا أبقى فاهم هو أنا في أي مرحلة دي مهمة جدا. الإسلام كرم العقل صحيح، ونجد إن في آيات كثيرة جدا تتكلم على إعمال العقل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهنجد إن في آيات كثيرة جدا بتتكلم على أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون. طب ليه الكلام ده؟ لأن العقل ده ليه دور مهم جدا في الإسلام. بس خلينا نفهم بس الأول دور العقل إيه، لأن السؤال فعلا حقيقي سؤال مهم جدا جدا. دور العقل في الإسلام ليه دورين أساسيين، في دورين أساسيين. الدور الأول إن العقل بعد هداية الله يصل لسفينة الحق، دي نقطة مهمة جدا. كتير جدا فعلا ممكن يغفل عن هذا المعنى، إن دور العقل في المرحلة الأولى إن هو يصل لسفينة الحق. طب والدور الثاني؟ تعالوا نفهم الاول بقى، الاول يعني يوصل لسفينه الحق. طبعا تفهمنا الدور العقل في الاسلام، الدور الاول والدور الثاني. طيب الدور الاول ببساطه شديده جدا فكرته بتقول ان تخيل معايا كده حضرتك ان في شط كبير جدا جدا جدا، وحضرتك واقف على الشط، والمفترض انك مطالب انك تعمل عقلك وتشغل عقلك وتشوف كل سفينه ايه طلباتها او ايه اللي هتعرضه عليك، وفي الاخر هتختار سفينه واحده بس هي اللي هتركبها توصلك للبر الثاني. هل انت حضرتك شفت مثلا في يوم من الايام واحد ممكن يركب سفينتين؟ يعني ينفع مثلا واحد يبقى راكب سفينه برجل يمين وبرجل شمال، ولا هيركب بجسمه كله في سفينه واحده؟ ده دور العقل في المرحله دي، ان هو واقف على الشط وفي سفن كتيره جدا 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 واقفه على الشط. هنجد ان بوزه او البوزيين واقفين بسفينه، وهنجد ان السيخ واقفين بسفينه، وهنجد اللي بيعبد الحجر والبقر والشجر والفيران والهوام والطيور والعصافير، كل الاديان الباطله هتلاقي كل واحد واقف بسفينه. وهنجد ان في رسالات سماويه، هنجد ان في النصارى، وهنجد ان في اليهود، وهنجد ان في المسلمين. انا مطالب ان انا اختار سفينه واحده بس، هشغل عقلي ان انا اوصل لسفينه واحده بس. يبقى عقل مع الفطره مع هدايه الله ان شاء الله هوصل لسفينه من السفن الواقفه دي كلها. مش دورنا دلوقتي ان احنا ندخل في مقارنه اديان او نقول السفن دي بتقول ايه بتفاصيلها، لكن خلينا نتكلم بشكل عام ان احنا كمسلمين بقى، احنا بتكلم بقى يعني بشكل عام، احنا كمسلمين استقرنا خلاص على ان سفينه الحق هي سفينه الاسلام. يبقى العقل دلني بعد هدايه الله الوصول لسفينه الحق، ده كده الدور الاول. طب ده كده الدور الثاني طبعا. طب الدور الثاني بقى مطلوب مني ايه؟ انت حضرتك النهارده عقلك بعد هدايه الله وصلك لسفينه الحق، هتركب السفينه هنوقفك، يقول لك معلش حاسب من فضلك، حضرتك في دنيا البشر لو جاي النهارده تروح فندق مثلا، لو رايح تروح اي مكان، هتيجي تقول لهم الف ب هو القواعد بتاعتكم ايه؟ ايه المطلوب مني ايه؟ يعني طبعا كلنا عارفين لو واحد مثلا سافر في مكان الف ب هيجي يقولوا له والله الفطار عندنا من الساعه كذا للساعه كذا، ومثلا الغدا الساعه كذا، النزول هيبقى بالضابط المعينه، ما ينفعش تلبس كذا، ما ينفعش تشرب كذا، يبقى في ضوابط للمكان ده في دنيا البشر، وانا هلتزم بلوائح البشر عشان انا عايز ابقى في المكان ده، ولله المثل الاعلى. انت عايز تدخل الجنه، طب السلعه غاليه، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. طب انت عايز تدخل الجنه كده يعني من غير ما تلتزم باللوائح؟ يبقى لازم هنلتزم باللوائح. يبقى دور العقل في المرحلة الثانية كيفية تطبيق اللوائح. مش انت اللي قلت ان ايوه هي دي السفينة اللي عايز اركبها؟ طيب بنقول لك السفينة دي في اوامر وفي نواهي، ما ينفعش بقى تركب السفينة وتيجي تقول لي ما فيش حاجات في الاسلام، ما ينفعش تركب السفينة وتيجي تقول لي لا والله الصلوات انا شايفها مش خمسة، ما ينفعش تركب السفينة وترجع تقول لي لا والله انا شايف موضوع رحلة الاسراء والمعراج ده مش عاجبني. انت عقلك بعد هداية الله دلك ان دي سفينة الحق. هتركب السفينة؟ قبل ما تركب من فضلك بنقول لك حاجة واحدة بس، الدور العقل في المرحلة الثانية ايه؟ كيفية تطبيق الايه؟ تطبيق شرع الله. ده أمر مهم جدا عشان نبقى فاهمين بس إن العقل له دور كبير جدا 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 في الإسلام. تمام. طب يا دكتور والوقت لماذا خلقنا الله؟ يعني الله طبعا مش خلق العباد عشان أي حاجة، لا، لماذا خلقنا الله؟ ايه السبب الرئيسي عشان خلقنا الله؟ طيب سؤالك طبعا انت يعني ما شاء الله اسئلتك كلها اسئله قويه جدا. لماذا خلقنا الله؟ ده سؤال يعني ده اصل الاصول. احنا كده بنتكلم يعني ببساطه يا شباب، احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على بناء، واحنا دلوقتي في مرحله الاساسات. تمام. لماذا خلقنا الله؟ ده اساس الاساسات. يعني في اللي يفهم الكلام ده كويس مثلا المهندسين المدني مثلا ولا حاجه يبقوا فاهمين كويس جدا ان احنا بنتكلم على اساسات. هنعمل بقى لبشه في الارض وهنحفر وهنبدا نحط القواعد الاساسيه اللي هنطلع بيها بالاعمده اللي هنبدا بيها بعد كده نبني المباني كامله. لماذا خلقنا الله؟ ده اصل الاصول، ده اول قاعده اساس كل شيء. عشان كده يعني جزاك الله كل خير، سؤالك مهم جدا. انا ما ينفعش ابدا باي شكل من الاشكال ان انا اروح اصلي واروح اتسبق واروح ابقى كل هدفي ان انا اعمل عمره وحج
وانا مفتقد للاساس. ايه هو؟ هو ليه ربنا خلقني؟ ففي فرق كبير جدا جدا بين انسان ضل في الطريق ومش عارف ليه ربنا خلقه، وبين انسان يعلم لماذا خلقه الله. فده طبعا ايه موضوع حلقاتنا الفتره القادمه باذن الله ان شاء الله، هيبقى فيها فوائد مهمه جدا 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 في ترسيخ معاني العقيده الاسلاميه بشكل منضبط باذن الله. باذن الله. طب على اذنك يا دكتور، معايا في سؤال برضه بيقول لحضرتك، ايه اساسيات الاسلام؟ يعني اساس الاسلام ببساطه شديده جدا، لو هنجينا اتكلمنا مثلا عن فهرس الاسلام او حديث جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم حينما ساله: يا محمد اخبرني عن الايمان، يا محمد اخبرني عن الاسلام، يا محمد اخبرني عن الاحسان. كل دي اساسيات الاسلام هنتكلم عنها بتفاصيل التفاصيل، نتكلم عن اركان الايمان، وهنتكلم اصلا ايه هو الايمان عند اهل السنه. وطبعا ده حاجه مهمه جدا عايز بس اكد عليها كويس، ان احنا برضو ايه يعني شيء بشيء اذكر، وجزاك الله خير على السؤال، ان احنا عايزين ناكد طريقنا ايه واحنا ماشيين مع بعض، عشان انتوا ممكن النهارده تقولوا يعني مين رامي فريد ده او جاي يتكلم في ايه. خلونا نتكلم ان انا من اول الطريق انا بواضح جدا في الطريق، انا بقول احنا ان شاء الله باذن الله هنتكلم بالكتاب والسنه بفهم سلف الامه، بفهم الصحابه، بفهم التابعين، بفهم العبادله، عبادله الاربعه، عبد الله بن مسعود وعبد الله ابن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس ترجمان القران. هنتكلم عن فهم الصحابه، القرون الخيريه الاولى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذي يلونه ثم الذي يلونه. فالسؤال مهم جدا ان احنا بنقول بدايه الطريق، لو احنا عايزين نصحح فعلا ونتكلم بقى على الف به التزام، قبل ما نتكلم على اي شيء تعالوا نقول طريقنا، طريقنا طريق السلف الصالح. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا جميعا صالح الاعمال ان شاء الله. ان شاء الله. طب بعد اذنك دكتور، طبعا مش اي واحد مسلم بيبقى اسلامه كامل او دينه كامل، ايه اساسيات الدين في الاسلام؟ طيب ما دي الجزء اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها السؤال اللي فات، ان احنا بنتكلم على اساس الاسلام. لو جيت اوضح اساس الاسلام كل واحد بقى نتكلم مثلا عن اول اساسين في الاسلام يخلي المسلم يبقى فعلا مسلم صح، مسلم دين كامل، مش اي مش مسلم بالبطاعة بس. ممتاز ممتاز. خلينا نقول بقى انت عايز تقول نبدا ازاي؟ أيوه. او الطريق يبدا ازاي؟ هو ده بقى موضوع حلقتنا، الف به التزام. لو ان انسان كان يعيش في ذنوب ومعاصي، وكلنا اصحاب ذنوب ومعاصي ونسال الله السلامه من كل ذنب ومعصيه، النهارده بيقول لا انا هوقف، انا مش هكمل كده، انا عايز فعلا اهدنا الصراط المستقيم، انا عايز جنه الرحمن الرحيم. طب اعمل ايه؟ ابدا ازاي؟ يلا ايدك في ايدينا ونقول الطريق يبدا ازاي لله رب العالمين. ان شاء الله يا دكتور. طب بعد اذنك يا دكتور، ايه الفرق بين المسلم والمؤمن؟ ام الاثنين بمعنى واحد؟ ده برضه هيرجع تاني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عليه السلام: ما الإسلام ما الإيمان؟ وهنوضح في حلقاتنا إن شاء الله بإذن الله إن لو جيت قلت الإسلام بس فالإسلام دل على الإيمان، ولو قلت الإيمان بس فالإيمان دل على الإسلام، ولو جبت الاتنين مع بعض في جملة واحدة كل واحد يبقى ليه معنى. هل الاتنين لهم شروط؟ هل او ليهم اركان؟ ليهم اركان طبعا. طبعا ليهم اركان، في اركان للاسلام وفي اركان للايمان، وهنعرف كل واحد بالتفصيل باذن الله احنا ازاي نقدر نحققه، ونقدر بامر الله بالركن ده ان احنا نزداد قرب لله سبحانه وتعالى. طب حابين نوضح بس كده الجمهور حاجه بسيطه، ايه شروط الايمان اللي انا من الاسلام عشان الواحد يكون مؤمن صح؟ ايه شروط الايمان؟ ولا اي واحد نقول عليه مؤمن وخلاص؟ خلينا نقول ان الموضوع محتاج تدرج، يعني انا مش هينفع ان احنا نتكلم في كل حاجه في بس احنا لسه النهارده بنعمل بس ايه توطئه. طبعا انا بس الاساسيات. لا طبعا كلامك مهم جدا جزاك الله كل خير، بس انا اقصد بس ان هي محتاجه ترتيب وتدرج معين في طرح الموضوع نفسه. مش هينفع النهارده نتكلم عن كل حاجه، لان قبل ما اتكلم عن اركان الايمان انا محتاج الاول اتكلم هو ايه اصلا الايمان. الايمان عند اهل السنه يعني ايه؟ يعني انا النهارده لو انا عايز اقول انا النهارده راجل سني، في واحد تاني بيقول لك انا شيعي، في واحد تاني بيقول لك انا صوفي، طب انا النهارده راجل بقول انا سني، طب انا النهارده محتاج اقول البدايه تمشي ازاي؟ لكن خلينا نقول بس في الاخر انا عايز اقول ايه النهارده؟ عايز اقدم بس لشبابنا حاجه مهمه جدا، نقول ان احنا بنحاول ناخد بايد بعض ان احنا نبدا طريق الالتزام الف ب التزام. الموضوع كبير جدا وبحر عميق، يعني مش ايه مش هيجي في جلسه واحده هنتكلم عن معنى الايمان واركان الايمان، لا الموضوع يعني يطول شرحه. بس خلونا نقول في الاول وفي الاخر نيتنا ايه؟ نيتنا ان احنا بنقدم ايدينا لشبابنا وهم كمان بياخدوا بايدينا، بحيث ان احنا بامر الله نفتكر جلساتنا المباركه دي كده في الجنه باذن الله. ربنا يتقبل منا جميعا صالح الاعمال ان شاء الله. لو حابب اي شايف اي شاب عاصي عايزين يدخل للهدايه ويبقى مسلم ومؤمن صح، ازاي نقول له تدخل بالهدايه صح او نشهد للايمان صح؟
سؤالك مهم جدا حقيقي فعلا، وهو ده اصلا محور حلقاتنا اصلا. هنتكلم ايه حلقاتنا اصلا بعنوان الف ب التزام، وهو دي الفكره، ان ممكن يبقى شاب فعلا عايش في ذنوب ومعاصي وعايش بعيد عن دين الله، ومره واحده كده بدا يدرك ان لا، انا مش هكمل كده، انا مش هكمل مع الصحبه دي، انا مش هكمل حياتي من غير صلاه، من غير صيام، من غير اذكار، لا انا رافض وعايز اصحح مساري. فهو دي موضوع حلقتنا. مساره مش هيصحح مساره مره واحده. هي ما هي دي الفكره بقى، هي عشان كده احنا الف ب التزام. أيوة. ان احنا هنبدا نتكلم بقى واحده واحده مع شبابنا، نبدا نقول طب الطريق يبدا ازاي. بس خلينا نقول برضو ردا على سؤالك ده، لعل حد يكون بيتفرج علينا النهارده وهيمشي مش هيشوفنا تاني. خلينا نقول ان اهم حاجه بعد الدعاء لله سبحانه وتعالى والتوبه، لو انسان فعلا عايز يصحح مسار، لازم العلم الشرعي. دي النصيحه اللي انا يعني حقيقي انا ببقى حريص جدا وانا بتكلم فيها، العلم الشرعي. لان اول ما اوحى النبي صلى الله عليه وسلم اقرا، ما ينفعش ابدا يبقى اول ما احنا النبي صلى الله عليه وسلم اقرا وانا بعيد عن تعلم العقيده وتعلم التوحيد وتعلم الدين، تعلم التفسير، تعلم الحديث. بس خلونا نقول ان ايه، في تدرج واحده واحده كده عشان نوصل باذن الله. باذن الله يا دكتور. طب انت شايف يا دكتور اهم علم في العلوم بعد القران، اللي هو مثلا واحد متعلم وحافظ القران، ايه اهم علم يفيده في الدين بعد كتاب الله وسنه رسوله؟ انه يعني يتعلم عقيده توحيد. يعني قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فجميل جدا الإنسان يبقى حافظ لكتاب الله، بس كمان مهم جدا أن هو يبقى إيه؟ يبقى عنده دراية بكلام الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. فالتدبر في كلام الله بداية يبدأ بالتوحيد، يبدأ بتعلم العقيدة والتوحيد. طب أنت يا دكتور الوقتي، أنت دكتور طبعا عقيدة، إيه أفضل كتاب تحب تقرأ فيه أو أقرأ، أفضل كتاب تحب الناس تقرا فيه في كتب العقيده؟ بص، كتب العقيده عند اهل السنه يعني ما شاء الله باع كبير جدا، يعني في مجلدات ضخمه وفي كتب كبيره جدا لابن تيميه وابن القيم ومشايخنا يعني من السلف الصالح. بس خلينا نقول ان البدايه، بس حتى كحد هيبدا لسه المشوار، خلينا نقول ان البدايه بيبدا مثلا بكتاب، على سبيل المثال ممكن مثلا بكتاب 200 سؤال وجواب في العقيده الاسلاميه، كتاب ماتع جدا وعباره عن 223 سؤال وجواب بالكتاب والسنه في فهم سلف الامه، كتاب رائع جدا جدا، وانا افضل اشرحه على اليوتيوب، يعني كتاب شرح مشروح بالكامل على اليوتيوب. تقول حتى مقدمه ليه للجمهور او ملخص للكتاب ده للجمهور؟ يعني هو ملخص ان هو بيتكلم على الايمان والاسلام والاحسان، ده يعني ده ملخص ان هو بيتكلم عن اركان الايمان وبيتكلم عن اركان الاسلام وبيتكلم عن اركان الاحسان. فاللي هيعدي على 223 سؤال هيلاقي نفسه عدى على الاسلام بالكامل بتفاصيل كده ايه اجماليه، يعني هيد لاين كده كبير كده، خطوط عريضه مع شويه تفاصيل، فهيلاقي نفسه عدى على الاسلام كله باذن الله تعالى. باذن الله. طب بعد كده يا دكتور، انت طبعا عارف معنى العقيده كويس، وهو دكتور عقيده صح، كلمه العقيده نفسها يعني ايه؟ اللي هو لغه ايه، او صراحه بالمعنى كلمه العقيده؟ زي ما قلنا كده ان العقيده جاءت من العقد، ان يعني عقد او عقد، فالانسان قلبه تعقد على شيء، يا اما تعقد على باطل يا اما تعقد على الايه؟ على الحق. ولذلك قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. فاللي قلبه تعقد على ان رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، ده كده عقيده اسلاميه صحيحه. طيب واللي قال بقى ان بوذا هو الاله او هو شريك لله في الملك او دي عقيده باطله. فالعقيده في منها ما هو حق، لا اله الا الله محمد رسول الله، وفي منها ما هو باطل. فده اللي ان شاء الله برضو هنتكلم فيه مع بعض الفتره الجايه. انا مش عايز بس ايه احرق كل الكلام اللي احنا هنقوله في اول مجلس ان شاء الله، يعني نكتفي ان شاء الله النهارده كده بان احنا ذكرنا بشكل عام ان احنا هنتكلم في ايه. احنا هنتكلم في الف ب التزام مع الشباب باذن الله، ربنا يعني يتقبل منا جميعا صالح الاعمال. ايهما افضل في تقبل احكام الاسلام، العقل ام القلب؟ هو الاثنين بيتكاملوا مع بعض، يعني العقل بيتكامل مع القلب، مفيش انفصال اصلا بين الاثنين. انت بتتعبد لله سبحانه وتعالى، ده احنا هنخش بقى كده، انت كده يعني ايه جاي بسالك ده بدري شويه، لان ده معنى مهم جدا في اعمال القلوب اصلا، وده هنتكلم عليه ان شاء الله في الحلقات بتاعتنا، ان احنا ايه علاقه التقوى والشكر والصبر والمحبه والخوف والرجاء، ايه علاقتها اصلا باوامر الله، ايه علاقتها بتوحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. في علاقه قوية جدا 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 بين التوحيد وبين أعمال القلوب. فسؤالك ممتاز يعني، جزاك الله كل خير، بس هو سابق لأوانه. بس كل أقدر أقول لك بداية كده إن الاتنين بيتكاملوا، يعني العقل مع القلب الاتنين بيتكاملوا عشان توصل في الآخر أنت تطبق شرع الله بشكل منضبط. طب بعد إذنك يا دكتور الوقتي، إيه اللي أنت عايز تقدمه لنا الحلقات الفترة الجاية، أو عايز تقدمه للجمهور الحلقات الفترة الجاية إيه؟
والله بص، انا ببساطه شديده جدا كل اللي اقدر اقوله ان انا بتخيل ان يعني الشباب دول كلهم، يعني احنا كلنا في الاخر اصل بينا ان في اخوه ايمانيه. قال تعالى انما المؤمنون اخوه. فانا جاي من باب الدين النصيحه، بذكر نفسي قبل ما بذكر الشباب، وبناخد بايد بعض ان احنا ناخد بايد بعض لله. طب انا النهارده في غفله وعندي صحبه سوء وعندي ممكن علاقات محرمه ويمكن بشرب حاجات محرمه ويمكن يعني حياتي حرام في حرام، فانا جاي النهارده من باب يعني الدين النصيحه، من باب الاخوه الايمانيه، بتخيل كده ان الشباب دول يعني ايه اخواتي في الله، واحنا عايزين ناخد بيت بعض، عايزين نتكلم عن وجودنا على الارض، عايزين نتكلم عن ليه ربنا خلقنا، عايزين نتكلم عن العقيده، عايزين نتكلم عن الايمان، عايزين نتكلم عن اركان الايمان، عايزين نتكلم عن التوحيد. كل ده هيبقى ليه اثر مباشر بعد كده في ان الانسان لما بيتعلم الامور دي هيبدا يبقى ليه اثر مباشر في عبادته لله سبحانه وتعالى. الخلل كله بيجي فين؟ ان انا ممكن اكون بتعبد على جهل. لذلك قال تعالى: كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. فالمقصود ان الانسان يتعبد لله على علم، هو ده المقصود. فانا جاي باخد بايد الشباب ان احنا نتكلم في موضوعات متعلقه بالعقيده، بالايمان، بالقواعد الخرسانيه زي ما كنا بنقول، عشان نطلع بالمبنى بعد كده ونبدا نشطبه واحده واحده باذن الله يا دكتور. شكرا لحضرتك يا دكتور. طبعا نهايه الحلقه اعزائي المشاهدين، قد وصلنا لنهايه الحلقه النهارده، ويسعدنا اللقاء بالدكتور رامي طبعا، وانتظرونا في الحلقات القادمه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.